السلام عليكم. هنتكلم على الدرس التاسع واللي بشرح فيه اوبريتور اسمه conditional operator، وهو شكله غريب شوية، علامة استفهام وبعدها كولن. بيعمل ايه صديقنا ده بقى؟ الحقيقة conditional operator دوت في ناس بتسميه كمان الترينر operator، لان هو بيعتمد على ثلاث حاجات عشان يشتغل، ما قدرش يشتغل غير بثلاث حاجات. بديله كونديشن الاول وبعدين علامه استفهام، واديله اكسبريشن وبعدين كولن واديله اكسبريشن. بيعمل ايه هو بقى؟ هو بيفالويت الكونديشن الاول دوت، بيشوفه لو لقى ترو بيرجع لي القيمه في اكسبريشن 1، لو لقى فولس بيرجع لي القيمه اللي في اكسبريشن 2. ده دوره. يعني لو نبص على المثال دوت، اكس فيها 120، واي فيها 30، هنحط في الزد ايه نتيجة الكونديشنال اوبريتور ده. هنشوف، بقول له لو اكس اكبر من واي رجع لي 100، وفي الحالة دي هيخزنها جوه الزد، لو لا رجع لي 200، وفي الحالة دي برضه هيخزنها جوه الزد. طب نشوف، نمشي مع الوضع بقى، اكس اكبر من واي، هل فعلا اكس اكبر من واي؟ تعال نبص، الاكس فيها 120، طب والواي فيها 30، فعلا اكس اكبر من واي، يبقى يعتبر ان الكونديشن ده ترو، يبقى هيرجع اول واحد مش تاني واحد، يبقى هيرجع 100. هنفاجئ ان الزد اصبح فيها 100، وهو ده دور الكونديشنال اوبريتور. واشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي بعديه.